نجيب بوقرة ما راهوش على علاقة طيبة مع عبد الماضي. شوف حتى لو بوقرة نفسه مرات نبقى حير فيه، هل هو جزائري أو ما هوش جزائري؟ لأنه باش يولي هو ضد جمال بالماضي. السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام. المهم قبل ما نبداو هذا الفيديو نقولكم الحمد لله، عدت إليكم من جديد. أخبار تاع الرياضة، فيديوهات كل يوم، أخبار متواصلة إن شاء الله على لاعبين المنتخب الجزائري وعلى المنتخب الجزائري. اليوم باش نتكلموا على واحد من الصحفيين العار المتميزين والمعروف بالفتنة هنا في الجزائر. هذا الصحفي دائما وفي كل خطاباته وفي كل كلامه لازم عليه انه يجبد وينتقد او يشتم او يشوه سمعة جمال بالماضي او يخلق الفتنة والبلبلة في المنتخب الجزائري. هذا الانسان مرات نبقى حير فيه، هل هو جزائري او ما هوش جزائري؟ لانه الجزائري ما يديرش هذا الشيء، والجزائري يدافع على بلاده ويوقف مع اولاد بلاده. هذا الصحفي رفيق وحيد أمره غريب جدا، هذا المرة يحاول إثارة الفتنة بين مجيد بوقرة وبين جمال بالماضي بطريقة خبيثة جدا. تسمع معنا التصريح تاعه واش تكلم وقال على مجيد بوقرة وأيضا على جمال بالماضي. وصلنا للزفيز في الاقتراح، هذا ما عجبنيش تاع الزفيز. اسمع مليح. من أجل بوقرة، من أجل هذا، من أجل نور الدين ولدي. قال لك ليس من أجل بوقرة، من أجل نور الدين ولدي. يعني يدافع على نور الدين والدليل اللي هو مدرب فاشل واثبت الفشل تاعو كم من مره، ويتجاهل مجيد بوقرة ويتهجم عليه في نفس الوقت بطريقه اللي هي خبيثه جدا. واسمع كلامه كيفاش راه يتكلم. كاتيجوري ثابته، يعني تلعب البطوله تاع البطوله الافريقيه اللي اقل من 23 سنه ومؤهله للالعاب الاولمبيه، الالعاب الاولمبيه اللي يشاركوا فيها النجوم مثل نيمار ميسي يعني محترم يعني وي. ولكن جو بريفير على رايي شبونس اونترينور شاف في ايفان تروا احسن من مساعد مع عبد الماضي، باسكو مساعد راك هنا قلت من شانك، راك مدرب كامل متكامل خلاص اونترينور ولا فيه تحد. هنا كما سمعتوا كلامه قال له انك تدرب منتخب ايفان تروا افضل لك من انك تكون مع جمال بالماضي، لانك تكون مساعد مع جمال بالماضي راح تقلل من قيمتك. هذا الكلام اول شيء ما يتقالش وعيب تماما، والانسان اللي يتكلم هذا الكلام ماهوش انسان محترف ولا يفقه شيء في التدريب ولا في كرة القدم. مش عيب انك تكون مساعد تاع مدرب وطني او مساعد في مدرب تاع فريق كبير، هذا ماهوش عيب، بالعكس انك تتعلم وتدي خبره وتكتسب اكسبيريونس كبيره جدا. وكنا نعرفوا انه مجيد بوقرة الخبره تاعو في التدريب ماهيش طويله جدا وماهيش كبيره جدا. مجيد بوقرة يعني نقولوا هذا وين بدا يثبت نفسه، هذا وين بدا يدير المسيره تاعو، ونتمنوا له كل التوفيق على كل حال. ولكن رفيق وحيد يحاول انه يخلق الفتنة بيناتهم، وقال لك أحسن شيء أنك تروح لإيفان تروا خلك من أنك تروح وتبقى مساعد لجمال بالماضي. إذا كنت مساعد لجمال بالماضي راح تقلل من قيمتك. يعني هنا شوف كلامه أنه يحاول يخلق الحزازيات ويخلق المشاكل بين الرجلين، رغم أنه مجيد بوقرة سبق له في تصريح في الشان أن الصحافة سألته كيفاش أنك تدرب المنتخب الأول، قال لهم أنا كل احترام لجمال بالماضي وكل التقدير لجمال بالماضي، لأنه هو الرجل اللي أخذ بيدي ودخلني لمجال التدريب وأعطاني التعليمات وأعطاني خبرة ومنه راني نتعلم. يعني هنا شوف الاحترام الكبير الموجود بين جمال بالماضي وما بين مجيد بوقرة. ولكن هاد الناس ما يعجبهمش الحال كي يشوفوا الأمور تسير على ما يرام ويحاولوا يخلقوا البلبل. وكنا نعرفوا رفيق وحيد ومشاكله مع جمال بالماضي، دائما يتهجم على جمال بالماضي، ولكن هاد المرة استخدم مجيد بوقرة كطعم أو كما نقولوا باش يدفعه على راسه باش يولي هو ضد جمال بالماضي. تير تحضير مجيد بوقرة لأخذ بزمام المنتخب الأول، هذه هي باسكو صافي كروند ناسيون دو فوتبول في ألمانيا في إسبانيا في أكبر المنتخبات العالمية ماشي في الجزائر، ما تحكيليش على الجزائر.
هيدا انا نقول لك انا نقول لك لو موديل لو موديل لو موديل تكلم لو موديل لو موديل سي لا مونشارت. ولكن شوف نعطيك نقطتين. الاولى انه نجح كمدرب اول للمنتخب سينيور ابريل ولكن سينيور بدا الكاس العرب في طبعتها العاشره هي الاولى يعني كوم سي مونديال تو مونديال في امتي بوند ربح الحق فينال الشاد. انا جو مال يرجع بخطر الى الخف ملي مساعد جو بريفير اونترينور اون شيف يفان بروا ويكون مساعد لي بالماضي نقطه. مشكلته جمال بالماضي، مشكلته جمال بالماضي هذا الإنسان. على كل حال أنا نشوفها كرأيي كخليفة علال ما هوش عيب أنه مجيد بقرة يعاود يرجع ويكون مساعد لجمال بالماضي. بالعكس أنا نشوفها هذا الأمر رح يزيد قوة للمنتخب الجزائري بحكم أنه مجيد بقرة صار يعرف كل اللاعبين يلعبوا في البطولة المحلية وعنده خبرة كبيرة ويعرف هذاك اللاعب شكون وهذاك اللاعب يلعب مليح ولا ماشي مليح. هذا أمر جيد أنه باش يكون هناك عمل متكامل بين مجيد بقرة وجمال بالماضي من أجل نجاح المنتخب الأول. هذا أمر جيد، نتمنى كل التوفيق لهذا الرجلين لأننا نحترمهم احترام كبير جدا. ولكن كما تكلم يعني اللي كان يتكلم يعني المحلل الأول وقال كلام جميل صراحة أنه هذا أمر عادي جدا ونشوفوه في أكبر المنتخبات منها النموذج الألماني اللي تكلم عليه هو أيضا أنه تشوف مدربين يكونوا مساعدين من ثم يعاودوا يوليهما من سنوات يكونوا هما المدربين الأولى للمنتخبات. هذا أمر عادي جدا لأنه جمال بالماضي مش حيبقى العمر كله، العمر يكبر الإنسان يكبر شيء يتبدل كل شيء يتغير ما عارفوش المستقبل واش راه يخبينا. يعني يقدر مجيد بقرة يكون خليفة جمال بالماضي مستقبلا وهذا أمر جيد، يكون عمل متكامل ومجيد بقرة يكمل المشروع اللي بداه جمال بالماضي. يعني يكون أمر متسلسل، ما نبنوش بديك العقلية تاع التهديم، لا نهدموا كل شيء، نهدموا المشروع، نهدموا واش بناو اللي قبلنا ونعاودوا نجيو احنا نبنيو كل شيء من جديد. صدقني باش تبدا من الصفر أمر صعب جدا ولازم عليك انك تبني مشروع متكامل. هذا الأمر اللي يضمن لك الاستقرار في المنتخب الجزائري وأمر جيد للكرة الجزائرية. الثانية وكل الحقائق ما رأي مجيد بقرة ما راهوش على علاقة طيبة مع بالماضي. شوف حتى لو بقرة نفسه يقول العكس كما قالوا أصحابنا كيف جورناليس من أمريكا عنده الحق أنه هو ما دفعش على نفسه، هو يقول لك هاني بيرا وكنت شو تخلطوا لي سما فيرمو شوكي عارف أنه يتقي شره بدليل أنه بوغرا كان مساعد تم الإعلان عنه تاع جمال بالماضي في وقت مضى. كان بالماضي لا كان بالماضي هو كان ياخذ بزمام المنتخب الثاني. لا ما هو يعني بصح دخل في المباراة تاع قطر مورباس يعني بدل اللي صار له شونجمون مورباس يعني يصرى له شونجمون باش نوريك دي سوال للوراء صار مشكل وتنحم المنتخب كأجواء ولا في المنتخب المحلي بوغلا يرا جيري باسكو على بالو انه القوه الضاربه مازالو جمال بالماضي ماغري عنده دو زيشاك كبار اللي اون برانسيب ما يكونش بنفس القوه هو راهو جيري. يعني هنا هذا الانسان يحاول بطريقة أو بأخرى أنه يخلق الفتنة والبلبلة بين جمال بالماضي وبين مجيد بوقرة. أول شيء تكلم وقال أنه علاقات جمال بالماضي ومجيد بوقرة غير طيبة، العلاقة ما هيش طيبة. شكون قال لك أنت وحيد رفيق؟ هل أنت صاحبهم؟ قعدت معاهم؟ ريحت معاهم؟ سمعتهم يهضروا في التليفون؟ ما فهمتش. يعني أخبار تاع المشاكل إلا رفيق وحيد الوحيد اللي يعرف هذه الأمور كلها. سبحان الله أمره غريب صراحة أنه يحاول يدير الفتنة. خلي رجال تخدم، إذا كنت جزائري حر وجزائري حقيقي دافع على أولاد بلادك، أوقف مع أولاد بلادك حتى كي تنتقد انتقد انتقاد بناء. ولكن للأسف الشديد صحافة العار هادو ما ينتقدوش الانتقاد البناء باش الناس تطور من نفسها والناس تسقم روحها، لا ينتقدوا الانتقاد الهدام. يعني كل شيء جميل وكل شيء جيد يسعوا باش يهدموه ويدمروه ويحطموه، وهذا هو الهدف تاعهم. وأنا هاد الناس نشوفهم ما همش جزائريين تماما، لأنه الجزائري الحقيقي
كما قلتها ونعودها، يوقف مع ولد بلاده ودائما يدافع على بلاده. على كل حال تحية الجزائر، ونتمنى التوفيق لجمال بالماضي ولمجد مقرة ولكل ما هو جزائري. السلام عليكم.